اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في جولتنا المعتادة عبر الصحف نقدمها لكم من قناتكم شوف تي في. نستهل جولتها من يوم الصباح والتي عنوانت في الصفحة الأولى منع رجال الأمن من الفيسبوك. وفي تفاصيل أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني أول أمس الاثنين مذكرة إدارية تلزم المنتسبين إلى أسلاك الشرطة من نساء ورجال الأمن الوطني بقيود صارمة تتعلق بمنع وضع إشارة الأمن الوطني على الزجاج الواقي الأمامي للسيارة الخاصة، إضافة إلى منع وضع الصور والأسماء الحقيقية بمواقع التواصل الاجتماعي. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم الصباح. تصعيد: موريتانيا تنقل صواريخها إلى شمال البلاد وتمنع قنصل المغرب من دخول الجويرة، عنوان اخترناه لكم اليوم المساء. وفي التفاصيل: في خطوة تكشف مدى تدهور العلاقة بين المغرب وموريتانيا، كشفت مصادر مقربة من دوائر القرار في النظام الموريتاني أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قرر نقل منظومة الصواريخ إلى شمال البلاد. باقي التفاصيل تقرؤونها بيوم المساء. ونختم الجولة من يومة أخبار اليوم والتي عنوانت رجال أمن بزي مدني لملاحقة الجريساج. وفي التفاصيل: فوجئ المواطنون في ساحة باب الأحد بالرباط أول أمسنا الأحد بعناصر شرطة بلباس مدني تلقي القبض على لص حاول سرقة مواطنين وسط الازدحام. باقي التفاصيل تقرؤونها بجريدة أخبار اليوم. بهذا الخبر نصل مشاهدينا إلى ختام جولتنا عبر الصحف. دمتم في رعاية الله.